هاي منطقة الطوافة. شنو معاناتكم؟ والله معاناتنا الماي الكهرب، يعني ابو المنظمة يجي يعطينا 500 لتر لكل بيت. غير 500 لتر انت ايش تعمل بيه اذا عندك اطفال؟ يعني ماكو اكد قانون. نقول له يابا برميل ولو، يقول ماكو، هذا اعطيكم 500 لتر هذا ودبر حالك. زين انت تقبل يعني نحن اولادنا يشربون ماي البيغ؟ ماي البيغ اصلا ما نظيف. زين نظافه ماكو، خدمات ماكو، كهرب ماكو، هسه احنا ساحبين من مولده الله كيلك 800 متر واير سحبنا. 800 متر على ما وصلنا الواير بس لعندنا. ايه ايش يعني بس. هاي تموينية غاز استلمتم؟ والله لا ما استلمنا. أجل احنا نستلم على من الوكيل، الوكيل يجيب الحصة التموينية مع المنطقة، يعني مع منطقته. شنو مطالباتكم من الحكومة؟ والله نحن نطالب الحكومة بس تنظف لنا الشوارع، تعمل لنا خدمات، ماي، كهرب، المدارس. هسه الأطفال باكر المطر وهسه بتروح الأطفال بهالطيانات والمايات وش اسمه تدمر. لازم تسوي له ايش اسمه اشتراك. زين اذا انت ما عندك شغل عمل بطال قاعد، ايش راح تسوي له اشتراك؟ الطفل يروح يطمس بالمايات وبالطيانات. شنو معاناتكم هنا؟ والله لاكو ميه ولاكو كهرب يا ابني، ومتبهدلين، وبعد ما فتنا على بيوتنا، بيوتنا ليس على انقاذ بيها. نريد بس تجون مساعده منكم، تجون يعني تنظفونها هنا. الله يبارك بيكم، الله يحفظكم ان شاء الله. المنظمات بالايسر كلها تجي، ونحن هنا ما قاعد تجي، خاطر الله وخاطر محمد. شنو تحتاجوا حجي هنا باي منطقه؟ نحتاج والله بس التنظيف هنا، بهدلين ومرسلين هنا. الله يبارك بكم. لا غاز، لا غاز، العفو، لا يعني ميه ماكو، كهرب ماكو، مواد غذائيه ما قاعد يسلمونه. الله يبارك بك، الله يحفظكم، ومساعدات ماكو. اريد بس تجون تنظفون البيوت مالتنا ثاني نجي نقعد بيها. والله معاناتنا البلديه لا يجي ينظفون، بس يعني ينظفون بس الطرق والفروع علينا. مي ماكو، مي يجيبون المنظمات يجيبون. منظمات يعطونا تانكي ميه، كهرب ماكو، تنظيفات ماكو، ايش بعد ايش؟ ايش نرجع؟ نريد نرجع. ذبحنا غادي بذاك الجانب كله ايجارات زقنا البيوت الله وكيل. شنو مطالباتكم من الحكومة؟ مطالباتنا من الحكومة اريدهم بس ينظفون كل شيء بارد منهم. كهرب ومية والسلام عليكم. بس هذا. كهرب ومية وتنظيفات الشوارع والفروع علينا احنا ننظف. وهذا الانقاذ والتراب، ولاكم مساعدات، ولاكم شيء من جينا ليسع، لا ماي، لا كهرب، هلكنا اطفالنا وجعانه، احنا وجعانين، انا لسه عندي فيها بالرئه صار من هذا الوجع والله العظيم، وصخوا قاعدين يا ابني هم ما يصير هي شيء، خلي يجون يشوفونا المسؤولين، يجي يشوفنا المحافظ، يجي يشوفنا احد، يشيل لنا هالبلا هذا، هلكنا، احنا واطفالنا ايش من ذنبنا؟ يا ابني شلون مدبريها بلا مي هنا؟ مدبريها تجينا التناكر والله المنظمه تجيب لنا. صالح للشرب لولا؟ والله هو ما صالح للشرب طبعا، مي تانكي اصلحوا للشرب، من عفت به، بس نشربه احنا غصبا عننا، منين نجيب مي؟ مواد غذائيه غاز. مواد غذائيه ما جانا، من قعدنا نسع ما جانا غاز، نشتري الساعه البطل ب 2000 دينار البطل نشتري، ب 2000 دينار نشتري، لا غاز ولا ابد ولا كش ولا مواد غذائيه، اثر ما رجتنا منظمه وزعت لنا مواد غذائيه وهديه، وهسه قاعدين على رحمه الله، نصدر رحمه الله. زين هاي المجاري اللي هنا ايه يعني شو مناسب على الطايفه العادل المفطر شلون؟ هسه حتى هسه الطايفه دحق احنا ما يفوت علينا، احنا باكر اللي تمطر احنا كلتنا نغلط، كلتنا يفوت علينا الصيانات الوسخ يفوت على البيت ونقعد بالماي، نضل قاعدين يومين ثلاثه بالماي في الوسخ تكره، ومن تطلع شمس نيبس وننظف، وماي ماكو، وهاي معاناتنا والله لكنا، هاي اليوم 14 احنا من جينا قبل كجينا على المنطقه.